والسلام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في هذه الليله الطيبه المباركه والتي تحتفل فيها مديريه اوقاف الايوم بليله القدر المباركه، والتي نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اهلها وان يعتق رقابنا جميعا من النار وسائر المسلمين. يتشرف معنا بالحضور ايها الاخوه في هذه الليله المباركه السيد الاستاذ الدكتور محافظ الفيوم نائبا عن السيد رئيس الجمهوريه، فاهلا به ومرحبا ولصحبه الكرام. وخير ما نبدا به حفلنا القران الكريم وفضيله الشيخ محمد رمضان الجليل، فخر مشكورا.